بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رمز جديد. النهاردة هنتكلم عن رؤية الاموات. هنتكلم عن الميت لما نشوف ان هو بيشتكي من الم، لما يشوف الراعي ان في حد متوفي او ميت بيشتكي من الم في رأسه، فاولا بيدل على تقصيره او تقصير الميت ده اتجاه والديه. كمان لما يشوف ان هو بيشتكي من الم في الرقبه او في العنق، فمن الرموز اللي بتدل على ان هو اضاع ماله او افناه بلا فايده، وكان للاسف مانع للسجاء او مانع للصدقه او اعمال الخير بشكل عام. كمان لما يشوف الراعي الميت بيشتكي من الم في ايديه، رؤية الألم في إيديه من الرموز اللي بتدل على إن هو كان بيمتلك سلطة على مثلا إخواته أو على يعني مجموعة من الناس، وكان ما وفهمش حقهم، أو إن هو حلف يمين كاذب وإن هو بيعذب لأجل اليمين ده. كمان ممكن تدل على سرقة مال خصوصا من أخ أو من أخت، أو منع عنهم حقهم في الميراث. كمان لما يشوف الميت انه بيشتكي من ألم في الجنب او في البطن او في الخصر، فكل دي من الرموز اللي ممكن تدل على ان هو ظلم امرأة او ان في امرأة ليها حق عليه ولم يؤديه. كمان لما يشوف ان هو بيشتكي من بطنه، فبرضو من الرموز اللي بتدل على انه اضاع حق ولد من اولاده او حد من اقاربه او ظلمهم في مال او في ميراث. كمان لما يشوف ان هو بيشتكي الم في الساق، رؤية الالم اللي في الساق فمعنى كده ان هو في حياته كان مقضيها في الباطل او في السعي وراء المعاصي. كمان لما يشوف ان هو بيشتكي الم في رجليه اللي هو اسفل القدمين، فمعنى كده انه كان بيصرف ماله في طريق غير يعني في طريق غير مستقيم، وانه ما طلش من صرف المال ده رضا من الله سبحانه وتعالى. كمان لما يشوف ان هو بيشتكي الم في فخذيه، فمعنى كده ان الشخص ده كان قاطع لرحمه او كان مسؤول على مجموعة من الناس وهو قطع بحقهم او اخذ حقهم او حصل انه وقع عليه ظلم، يعني ان هو ظلمهم في حياته.